السلام عليكم، خلينا نحل هاي المسألة. هاي المسألة بتحكي لي بكل بساطة إنه أنا عندي 50 باوند لود. ركز، لما يكون باوند يعني الجاذبية 32.2، واللي بيعطيني هذا الوزن مش الأنفجين. بقول لي is hosted by the pulley system and the motor and motor arm. يعني أنا عندي هذا البلوك اللي هي هاي بي، تمام. بقول لي أنا معلقها بسبب الموتور ارم مو بي. بقول لي if the motor exerts a constant force 30، قوة الموتور 30. شو قوة الموتور 30؟ اللي هي زي اللي بقول لي قوة الحبل 30. فبالتالي إذا هاي 30 بده يعطيني هاي 30، بالتالي هاي 30، بالتالي قوة بي عليها كم؟ 30 30 كم؟ 60. وعليها ايش؟ وزنه، تمام. On the cable، يعني معطيني قوة الكيبل، شايفين؟ Determine the power must be applied to the motor. Must be applied to the motor، شو معناها؟ هسا احنا عندنا نوعين للباور، عندنا الباور اوت، يعني هاي اللي بيعطيني اياها الماتور، وعندي الباور ان اللي انا بعطيها للماتور. فبقول لي اعطيني الباور اللي انا بدي اعطيها للماتور، يعني هو بده بي ان. هسا بي اوت على بي ان بيعطيني شيء اسمه الافيشنسي. الافيشنسي، تمام. البي ان بقدرش احسبها الا من الافيشنسي. طب البي اوت، البي اوت بيعطي هي اللي هي عباره عن الاف في زي ما شرحناها، تمام. بقول لي ستارتنج فروم ريست يعني في انيشال زيرو. طيب ومعطيني اذا مشى 10 فيت. طيب بكل بساطه عندي اتزان 60 تساوي دبليو وتساوي ام اي ان ام ام اي في ام اي، بتفرض تساره زي ما بدك، تعمل سيجما اف واي تساوي ام في اي. فبالتالي شو هاي؟ سيجما اف واي تساوي ام في اي، فهاي 60 ناقص الوزن بتساوي ام في جي، ام في اي. اذا ام اللي هي 50 على 32.2، لانه احنا معطيني وزن، احنا ما بدنا وزن، احنا بدنا اللي حكينا عنه، تمام. طلعنا التسارع، هسه معطيني تسارع ومعطيني مسافه ومعطيني ريست، بقدر احسب السرعه. بقول لي طيب ليش عملت هيك؟ انا بقول لك بكل بساطه احنا بدنا نحل على، بدنا نوجد سرعه، بدنا نوجد باور، الباور اف في في، فانا بحاجه السرعه. بقول لك تمام، بقول لك يلا في تربيع فاينل تساوي في تربيع انيشال زائد 2 اي دلتا اكس. يلا في تربيع بده اياها الفاينل، الانيشال صفر، الاي طلعته فوق والدلتا اكس اللي هي 10، فقدرت اطلع الفي بي. طيب طلعت الفي بي، شو استفيد منها؟ بقول لك ولا اشي. ليش؟ مش انه بستفيدش من اي شيء، احنا بدنا باور، باور لمين؟ للماتور. هسه معناها شو بدنا نعمل؟ بدنا نحسب سرعة الماتور، احنا السرعة اللي طلعناها من سرعة بي. طب شو العلاقة بين سرعتهم؟ بقول لك علاقتهم من معادلة الحبل. تقول لي طب شو دخل معادلة الحبل؟ بقول لك يلا هذا الحبل شو طوله؟ بتقول لي هذا طوله اكس ام زائد 2 اكس بي، هذا طول الحبل تبعي. فبالتالي 2 اكس بي بتساوي اكس ام، يعني الاكس ام هي ضعف هذيك. يعني اذا في بي 11 ففي ام كم؟ 22. طيب طلعت انا في للماتور 22، الباور هي الاف في في، الاف اللي هي مين؟ قوة الماتور. قوة الماتور كم؟ 30. والفي اللي هي 9 اللي هي 22 طلعتها 680. هاي مين؟ الباور اوتبوت. هو طلب مني must supply to the motor، بده اللي دخلت الماتور اللي هي الباور انبوت. الباور انبوت اللي الباور اوتبوت على الافشنسي. فطلعتها بهاي الوحدة، اذا بتحولها للهورس باور بعوضها بهذا الجواب. يعطيكم العافية.